رجل قال لزوجته أنت طالق مرتين في وقت واحد، ما الحكم؟ هذه تطليقة واحدة. ثانية لتأكيد الأولى، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. أما على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فطلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدةً.